كابوتشينو. مواصل معاكم في كابوتشينو، مرحبا من جديد، نهاركم زين، نهاركم فل الناس الكل. بعد قرابة شهرين من تاريخ نشر موقع الكتيبة لتحقيق صحفي بعنوان المناطق الحدودية التونسية أزمة جفاف عمقها استنزاف الجزائر للموارد المائية المشتركة، شفنا أنه تم خلال الأسبوع الفارط الإعلان عن توقيع اتفاق ثلاثي تونسي جزائري وليبي يهدف إلى إجراء آلية للتشاور حول إدارة المياه الجوفية المشتركة على الحدود بين البلدان الثلاث. هذا ممتاز جدا، وقت اللي وهذا دور الصحافة الجادة الحقيقة في التعامل مع مثل هذه الملفات، ووقت اللي تنسى تنجم تكون ولا تسهى ولا تتناسى السلطة ولا مهما كانت من هنا ومن ذاك. هذه مهمة اليوم الصحافة الجادة، وأنه تشير وتضع الإصبع على المواضيع اللي لازم نسموها. الحقيقة سعيد جدا أنه زميلي العزيزة اللي خدمت هذا التقرير سماح الغرسلي اللي معنا في المباشر نرجع معها على هذا التحقيق اللي صار، كنا حكينا عليه في أكثر من مناسبة، ومهم اليوم نعود نحكيه على واقع اليوم المناطق الحدودية ثم بعض التفاصيل. لسماح، صباح النور، مرحبا بيك. صباح النور أمين، تحية ليك وتحية لكافة مستمعي كابا فام والفريق العامل معك. شكرا جزيلا. نبدأ ديما لو بوركوا، لماذا هذا التحقيق ثم تونجيهم بعد للتفاعل، علاش هذا التحقيق ساعة؟ تفضل. والله تحقيق هذا أمين، نعرف اليوم أنه أزمة المياه اليوم موضوع حارق لازم الناس الكل تحكي فيه ولازم يتحل فيه نقاش كبير، على خاطر اليوم أزمة المياه في 2024 في آخر 5 سنين يعني نجم نحكي، وأنه أزمة المياه اليوم في شمال إفريقيا والشرق الأوسط الكل موضوع لازم يتم التطرق ليه. وكي تمشي تشوف على أرض الواقع أمين، وأنت ابن منطقة حدودية وتعرف، تشوف الوضع وين وصل، على خاطر اليوم كيف نتحرك كصحفية في منطقة حدودية، نمشي للقصرين ولا قفصة ولا أي بلاصة، نشوف على أرض الواقع مدى تدهور الحالة، غادي الوضع كيفاش ولا متأزم برشا. اليوم ناس هجرت ديارها، ناس خليت أراضيها للي شيء، على خاطر اليوم الفلاحة اللي تعيش بها واللي اليوم مورد رزقها الوحيد واللي الحاجة الوحيدة اللي تنجم تعرف تعملها كان هي، ما عادش ينجموا يعملوها ويمارسوها للي شيء، على خاطر ما عادش فما مياه. فما حلول نورمال موت نجم تخلي الأزمة هذيك على الأقل تتحل. اليوم التحقيق هذا انطلق يعني من إشكاليات جهة في القصرين أم لقساب، بعد البحث وحاولنا نطرق أكثر ونشوفوا تفاصيل أكثر، لقينا أنه مش كان في أم لقساب، في سيدي بوبكر، في بيجة، في تونس الكل، أغلب المناطق الحدودية ومش حتى الحدودية، في الجنوب التونسي الكل نفس الأزمة. فما أزمة مشتركة اللي هي اليوم فما موارد مائية مشتركة ما بين تونس والجزائر وليبيا، والجزء الأكبر ما بين تونس والجزائر اليوم باقي يستنزف بطريقة أو بأخرى، مياه سطحية وإلا مياه جوفية. خلينا احنا نحاولوا نبحثوا، وبحثنا فوالا ولقينا اجابات من السلطات المعنيه. الاجابات هذه ما كانتش معناها كافيه وشافيه، وفما مشكل، راهو فما مشكل امين. هذاك علاش التحقيق هذاك جاء من رحم ازمه موجوده ومعاناه موجوده لاهالي المناطق الداخليه والا حتى اليوم المناطق الحدوديه بصفه خاصه. ممتاز. طيب، وقت اللي تمت مراسلة الجهات الرسمية التونسية تنجيو بعد للجانب الجزائري في هذا الصدد، شو كانت الإجابة؟ هذيك هي مربة الفرس، على خاطر اليوم أمين، اليوم الصحفي وقت ما يبدأ ينجز في عمل صحفي بالطبيعة لازم يرجع للسلطة الجهوية وإلا حتى السلطة المعنية على مستوى مركزي باش يحاول يشوف الموضوع هذاك مدى تداول السلطة للموضوع هذا. بالطبيعة وزارة الفلاحة والموارد والصيد البحري والموارد المائية كانت إجابتها واضحة، يعني في علاقة بالسدود اللي أنشأتها الجزائر من جهتها بطريقة
طريقة أحادية إجابتها كانت واضحة بالاسم أسماء السدود. ذكرت وزارة الفلاحة أنه ما ثماش علم وإلا الجزائر بالنسبة للسدود اللي شيدتها مؤخرا في السنوات الأخيرة. وزارة الفلاحة أو الحكومة التونسية ما في بلهيش بحكاية السدود هذه، ما ثماش لجنة، ما ثماش اتفاقية. نحن سألنا السؤال كان واضح وصريح، الموارد المائية المشتركة لازم تكون تسير، وإلا استثمارها ولا استغلالها لازم يكون يعني موجود فما اتفاقية وإلا لجنة مشتركة تكون تتابع كيفية استغلال الموارد هذه المشتركة. وخذينا الماء كمثال، الإجابة من وزارة الفلاحة ما ثمش اتفاقية، ولكن باقين كل مرة يتم درس الموضوع، هنا نشوفوا باش نعينوا لجنة تبقى تتشاور في الموضوع، هنا نحاولوا باش نلقوا لجنة تحكي في الموضوع، لكن وقت وين اللجنة؟ وقتاش تشاورتوا؟ كيفاش تشاورتوا؟ هذا دليل ما دام ثم تداول للموضوع حسب ردهم هما معناها راه ثم اشكاليه، ثم مشكل. بالنسبه لوزاره الخارجيه بالطبع يعني رفضت اني الاجابه، هي جاوبتنا وزاره الخارجيه، اما قالت انه يعني ممنوع اني نعطيك معلومات في علاقه بالاتفاقيات المشتركه ما بين الدول، على خاطر هذا يدخل في الامن القومي وعلاقات دبلوماسيه بين تونس والجزائر. باركونت احنا حقنا اليوم كشعب انه نعرف حقنا في الماء اليوم، المستقبل الأجيال من بعد، أنتم كيفاش كدولة الاستراتيجية متاعكم باش تحاولوا تأملون هالحق هذا كيفاش، وخاصة في علاقة بالمياه المشتركة. يعني لهناك أنه كان الرد وزارة الخارجية يعني تفهم اتفاقيات، أما مش من حقنا أن نمدلكم الاتفاقيات هذيك خاطر يدخل في الأمن القومي ويدخل في العلاقات الدبلوماسية ما بين تونس والجزائر. وزارة الفلاحة يعني قالت مثلا مش جملة أصلا اتفاقيات، وهذا ممكن يطرح أكثر من سؤال. وإحنا كنا تواجهنا بالسؤال لسيد كاتب العام لوزارة الخارجية في انترفيو، وقال ما في باليش بالملف بالكل. في كل الحالات بعد بشهرين من تاريخ نشر التحقيق الصحفي لزميلة المحترمة سماح الغرسلي، نعود نذكر بالعنوان وخليكم اليات نجموا تشوفوها، موجود على موقع الكتيبة اللي هو المناطق الحدودية التونسية، أزمة جفاف، عمقة استنزاف الجزائر الموارد المائية المشاركة. يتم خلال الأسبوع الفارط الإعلان عن توقيع اتفاق ثلاثي بين تونس والجزائر وليبيا، هذا يهدف إلى إجراء آلية للتشاور حول إدارة المياه الجوفية المشاركة على الحدود بين البلدان الثلاث. كيفاش تنجم تقرأ أنت كصحفية خدمت على هذا الملف، ثم تنجيه أسكو يكون عنا سويفي معك صحفيا لهذا الموضوع؟ تفضل. هو هذه هي النقطة المهمة يا أمين، ونحب نركز فيها باللي قدي على خاطر بالطبيعة يعني احنا فرحانين على خاطر اليوم لمسنا تأثير إيجابي وكان ثم أثر للتحقيق اللي أنجزناه. يعني في غضون شهرين تقريبا يتم الإعلان على اللجنة هذه المشتركة، واللجنة هذه اللي باش تبحث في ملف المياه الجوفية المشتركة بين تونس وليبيا والجزائر. بالنسبة لنا احنا خطوة تعتبر خطوة إلى الأمام. في نهاية الأمر كان ما فهم يعني لولا أنه ما تمش إثارة الموضوع إعلاميا الموضوع ما كانش متروح على رأس أولويات التنسيق الثلاثي. يعني مثلا كانت فما قضية الهجرة، التهريب والإرهاب، القضايا الأمنية هما اللي عاطينهم أكثر أهمية وهذا مهم جدا. لكن اليوم زاد موضوع الماء مهم برشا، أنه موضوع الماء يصبح يعني عنده أولوية حاجة مهمة. هو زاد تأكيد اللي مشيت فيه الكتيبة أنه فما إشكالية، فما مشكل لازم تتحل. أنه كيف نشرنا تحقيق اللي أنجزناه أنه فما شكون قال أمين وأنت على علم بهذا أنه افتراء على الجزائر، أنه محاولة لدق إسفين بين الزوز دول، هذه محاولة لبث الفتنة ما بين تونس والجزائر، ولحد للحظة ما زالت هذه الاتهامات وهذا موجه صحيح. على خاطر اليوم بعد شهرين تشكيل اللجنة في حد ذاته هو إقرار أنه فما مشكل لازم يحتاج للإدارة دبلوماسية باش ما تتحولش المسألة من بعد الخلاف، والخلاف هذيك
تنجم تكون وراها تداعيات كبيرة، وهذا احنا مدعينا له في التحقيق نتاعنا، انه لازم حل مشترك، انه نبعد على الحلول الأحادية من الجانب الجزائري. وبالمناسبة راهو امين باش نضيف انه قضية المياه المشتركة كانت سطحية او جوفية ولا حتى الزوز مع بعضهم، هو مشكل عالمي، هو موجود وصار بين برشا دول كبيرة عندها موارد مائية مشتركة. نحكوا على مصر وأثيوبيا، نحكوا على نهر دجلة والفرات، نحكوا على برشا الأمثلة عديدة جدا. الشرق الأوسط اليوم في منطقة نزاع بين الأردن وبين الكيان الصهيوني، الموضوع هذا وأثارت الملف هذا، وما هوش مشكلة اليوم أنه نعاودوا حتى أحنا نثيروا الملف هذا، أنه اليوم تخلق لجنة أو آلة تشاور مهم صراحة، مهم برشا. لكن السؤال المطروح زميلي العزيز أنه كيفاش باش تصير العملية، وكيفاش باش يتم التشاور هذا، وشنو خارطة الطريق اللي باش تتبعها، فماش تسقيف للعملية، على خاطر زادة فما مخاوف أنه الجزائر تنجم تهيمن على الاتفاقية هذه، على خاطر بصراحة زادة شفنا أنه فما اتفاقيات صارت ما بين الجزائر وتونس، ما بين الجزائر وليبيا، ما بين ليبيا وتونس على مر السنين والسنوات، تتشكل اللجان هذه يتحكى عليها إعلاميا، يعلن عليها، لكن بعد في على أرض الواقع ما ثماش نتائج وما ثماش حتى تغيير على أرض الواقع. يعني اليوم الأهم، ونعاود نركز ونسطر على الأهم، أنه خارطة الطريق اللي على ضوءها باش تشتغل اللجنة هذه والآليات الفعالة اللي من شأنها تخلي فما استراتيجية واضحة، رؤية واضحة مشتركة، تحط مصالح البلدين الكل، الجزائر وتونس وليبيا، في إطار علاقات دبلوماسية قائمة على الاحترام وبطبيعة مصالح مشتركة. هذا هو. نشكرك برشا زميلة محترمة سماح الغرسالي، وشكر كبير الحقيقة إلى كل الزملاء في موقع الكتيبة اللي قاعدين يقدموا في مادة صحفية جادة ومحترمة جدا. شكرا ليك انت على كل المجهود. اللي نفهمه انه باش يكون فما سويفي، واللي نفهمه انه هنالك اسئله راهو ما يوفاش هوني ستكون متابعه، وهذا من حق معناها دافعي الضرائب ومن حق الراي العام، وهذا واجب ايضا على الصحافه الجاده، وانه هي تثير مثل هذه المواضيع وتطرح السؤال. هو دورنا طرح السؤال، وعلى الجهات المعنيه الاجابه، و كل يتحمل المسؤولية في إطار هذا الوطن. شكرا لك. إذا عندك ما تضيف حاجة مساش نخدم معك، تفضل. هذا هو أمين في إطار الأسئلة اللي تتطرح. أمين، وشكرا لك على النقطة المهمة هذه في علاقة بالمتابعة، وفي علاقة بأنه لازمنا نسأل، على خاطر الجانب الآخر أمين وبإيجاز أنه راهو كيف نحكيه على مياه جوفية مشتركة، ما فمش كل مياه، هو في الاتفاقية ذكروا أنه مياه الجوفية المشتركة، مش كل مياه الجوفية، عنا مياه سطحية مشتركة. هذا هو. وأنت ابن جهة. نعم. يعني تعرف المياه المشتركة السطحية، اليوم الفلاحة قائمة على المياه السطحية زادة، مش كان المشتركة، يعني لهنا راهو فما مشكل آخر، لهنا راهو كيفاش نطرحوا الاتفاقية هذه، لازم تتطرق للمياه الجوفية والمياه السطحية، المياه المشتركة بصفة عامة. وهذاك علاش زادة حتى موضوع المياه السطحية المشتركة والسدود المشيدة من الجانب الجزائري والسياسة الأحادية، هذا زادة لازم يكون محل نقاش. هذا هو نحكيه فيه، فما حد شيء معناه من غير ما ناخذ الأمور دائما بحساسية وناخذوها وأنه الآخر يتآمر على لا لا لا، فما أسئلة مطروحة نجاوب عليها نمشي، وإذا تفاعلت الدول الثلاث اللي موجودة في المنطقة وهذا يروح واجبان والحل مشترك، لأنه التجاوز معناه نجم يكون تونسي، التجاوز نجم يكون ليبي، كما نجم يكون جزائري، وبعيدا عن التخوين والكلام هذاك الكل وفلان والدول الأخرى تبعث الفتنة، لا لا نجاوبوا بكل احترام و معنا برشا احترام معنا إلى أشقائنا، ومشترك اللي بيناتنا أكثر من نجم يفرقنا، ولكن هنالك مواضيع حساسة وجب الحديث فيها فقط. أكيد. نشكرك على كل ما أفدتنا به، بارك الله فيك الزميلة العزيزة سماح الغرسلي، وشكر مرة أخرى إلى زملائنا في موقع الكتيبة، ولنا متابعة لهذا الموضوع وهذا الملف كيف ستترجم على أرض الواقع. نواصل بعد الفاصل.